متابعيني الكرام، القفص اللي جوا فحل الملك، القفص اللي فوق طائرة بندقة. إن شاء الله نحاول قدر الإمكان نصور في مقاطع فيديوهات بخصوص أبيض الخدين وما يخص حياة هذا الطائر الجميل، وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان نشرح عن هذا الطائر أبيض الخدين وعن حياته وين موقع تواجده في المناطق مثل العراق، أبيض الخدين كشميري، باكستان، بالهند، الماليزي، يعني يتواجد بآسيا، الكشميري أيضا يتواجد، الفايتر الكشميري أيضا بين باكستان والهند، السوري، البلبل السوري يتواجد في سوريا، يعني أكثر بلاوي اللي هي طفرة عايشة بخارج العراق. وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان نوضح لكم بخصوص هذا الطائر الجميل أبيض الخدين. تحياتي لكم، لا تنسون دعم القناة وتسوي اشتراك على قناتي على اليوتيوب بلاوي المهيد اللامي، حسابي على تيك توك.